السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع زراعة البطيخ الأحمر المكشوف، سواء في المزارع الكبرى أو في الحقول المتوسطة. سوف نتحدث عن المراحل التي تمر منها زراعة البطيخ الأحمر، أوقات زراعته، كذلك طرق زراعته بأقل تكلفة إن شاء الله. كما تلاحظون مع الإخوان، سوف نبدأ مواعيد زراعة البطيخ الأحمر المكشوف. في الحقول المكشوفة يمكننا زراعته بداية فصل الربيع وفصل الصيف. يحتاج هذا النبات أو هذا المحصول لكي نقوم بحصاده من البداية حتى الحصاد 120 يوما، وتوجد أصناف أخرى يمكننا حصادها في أقل من هذه المدة التي ذكرناها. بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر في البيوت المحمية، يمكننا زراعته بداية شهر فبراير. كما تلاحظون، بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر، بالنسبة لأنواع الأراضي أو التربة الصالحة لزراعة البطيخ، توجد أنواع يمكننا زراعة البطيخ الأحمر كالتربة الرملية الخفيفة والطينية حتى التربة السوداء والطمية. يمكننا زراعة البطيخ الأحمر على العموم في مختلف أنواع الأراضي الزراعية. كذلك قبل زراعة البطيخ الأحمر، سوف نختار نوعان من البطيخ الأحمر. توجد النوع المطعم والنوع الغير مطعم عن طريق البذور. كذلك سوف نعطي فوارق بالنسبة للنوع المطعم والنوع الغير المطعم. بالنسبة للنوع المطعم، فهو صالح بالنسبة للمزارعين الذين يقومون بزراعة البطيخ الأحمر بشكل موسمي، كل سنة يقومون بزراعة البطيخ الأحمر. من الأفضل زراعته المطعم لكي تتجنب الأمراض العفانية أو أمراض النيماتود. أفضل طريقة بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر بشكل موسمي اختيار البذور أو الشتلات المطعمة، يمكنك شراؤها من عند أصحاب المشاتل أو تشتيلها بنفسك. كذلك يمكننا زراعة البطيخ الأحمر في الأراضي الجديدة أو الأراضي التي نقوم باستراحة سنة نقوم بزراعتها وسنة أخرى لا نقوم بزراعة البطيخ الأحمر، يمكننا زراعته عن طريق البذور. فبالنسبة إذا قمنا بزراعة البطيخ الأحمر عن طريق البذور وتشتيلها بنفسنا، سوف نقلل علينا المصاريف. سوف تختار البذور، من الأفضل اختيار البذور الهجينة، فهي تختلف على حسب الصنف والشكل والطعم والإنتاج. سوف تقتني صواني، سوف تقتني كومبوست، سوف تقوم بتشتيلها في مشتل صغير. في أقل من 40 يوما سوف تكون أصبحت جاهزة للزراعة. سوف تقوم بنقلها إلى الحقل المراد زراعته. عند التشتيل نذهب مباشرة إلى الحقل ونقوم بإعداد وحرث الأرض ووضع السماد العضوي أو المادة العضوية. أول طريقة نبدأ بها هو حرث الأرض. نقوم بحرث الأرض مرتين إلى 3 مرات من أجل تهوية التربة وكذلك قضاء على الأعشاب الضارة. كذلك على عمق بناحية حرث الأرض بالنسبة للجرار 40 إلى 50 سنتيمتر، نقوم بحرثها جيدا. نقوم بإعداد المصاطب الزراعية أو الخطوط المرتفعة كما تلاحظون على هذا الشكل. في المسافة بالنسبة للخطوط البطيخ الأحمر 3 أمتار، ويمكننا وضع حتى متران ونصف. كذلك المسافة بين الشتلات 1 متر، ويمكننا عمل حتى 1.50 سنتيمتر كذلك، وهي تختلف على حسب المردودية التي تريدها من إنتاج البطيخ الأحمر. كذلك بالنسبة المادة العضوية، يمكننا تشتيتها عن طريق الندر. سوف تحتاج إلى كمية كبيرة، أو يمكنك إعدادها داخل هذه المصاطب ووضعها. سوف تحتاج كمية قليلة أو كمية متوسطة. بالنسبة للمادة العضوية، من الأفضل أن تكون متحللة لتجنب أمراض الفطرية وكذلك لتجنب إنبات الحشائش الضارة. كذلك بالنسبة للمحصول البطيخ الأحمر، خلا أشرب خلا. كذلك سوف تقوم بشراء خراطيم السقي أو ما يعرف بالكوتشوكوت أو السقي بالتنقيط. كذلك سوف تحتاج إلى بلاستيك على هذا الشكل. إذا كانت عندك أعشاب ضارة يمكنك استعماله، إذا لم تكن عندك أعشاب ضارة من الأفضل عدم استعماله. فطريقة هذا البلاستيك أو دوره هو الوقاية من الأعشاب الضارة، محافظة على الرطوبة في التربة وعدم تبخر المياه بنسب كبيرة. كذلك توفير الحرارة المناسبة لإنبات الجذور. كما تلاحظون، نقوم بزراعة البطيخ الأحمر أو شتلات البطيخ الأحمر مباشرة على هذا الشكل، مسافة بين الشتلات 1 متر. كذلك بالنسبة للمادة العضوية، فهي ضرورية لأنها تقلل علينا استعمال الأسمدة الكيميائية 60%، فتبقى نسبة التسميد الكيميائي 40%. من الأفضل وضع السماد العضوي كيفما كان نوع التربة عندك، قصبة أو متوسطة الخصوبة. من الأفضل وضع السماد العضوي، من الأفضل وضعه في المصاطب أو الخطوط الزراعية لتقليل عليك الكيمياء. كذلك بالنسبة لطرق السقي،
أستقي بالتنقيط من الأفضل لكي لا نقلل الكثير من حيث إسراف المياه إلى آخره. فبالنسبة للبطيخ الأحمر على حسب نوعية التربة والموسم الزراعي والطقس كذلك. بالنسبة للتربة الرملية فهو يحتاج إلى كمية متوسطة أو كمية نسبيا أكثر من متوسطة. بالنسبة للتربة الثقيلة مثل التربة الطينية الحمراء يحتاج كمية قليلة جدا في الأشهر الأولى، نتحدث عن الأشهر الأولى أو المرحلة الأولى كذلك. عندما يصل البطيخ الأحمر مرحلة الجزر نزيد من كميات الري بنسبة متوسطة. وفي مرحلة وضع الثمار عندما يزن وزنه أكثر من 5 كيلوغرامات نزيد من كميات المياه أو كميات الري. هكذا من ناحية التعامل مع البطيخ الأحمر فهو يحتاج إلى كمية الري في المرحلة الأخيرة بالنسبة لهذا المحصول الزراعي كذلك. فبالنسبة للبطيخ المطعم فهو له إنتاجية عالية لأن جذور اليقطين نقوم بتطعيمه عن طريق اليقطين، يمكنك شراءه عند أصحاب المشاجر أو قم بتطعيمه بنفسك. بالنسبة للبطيخ المطعم إنتاجية عالية كذلك لأن جذور اليقطين معروف عليها جذور قوية تمتص العناصر الغذائية تمتص كمية كبيرة من المياه، لهذا نجد أن الإنتاجية بالنسبة للبطيخ الأحمر أكثر من الصنف الغير المطعم كذلك. كما تلاحظون بالنسبة للمبيدات الفطرية والأمراض الفطرية التي سوف تواجهها كذلك مثل برأم بياض الدقيق وكذلك العنكبوت الأحمر كذلك الصدأ وكذلك بعض الأمراض الأخرى كالمن، هذه الأمراض الفطرية كذلك، وكذلك الدودة الخضراء بالنسبة للأمراض الحشرية، هذه الأمراض التي يجب العناية ثم العناية. ورش المبيدات الفطرية وخاصة كبريتات النحاس قبل بعد الزراعة مباشرة نقوم برش كبريتات النحاس للوقاية من الصدأ ومن الأعفان كذلك. كذلك رش مبيدات مضادة للعنكبوت الأحمر لأنه يدمر هذا المحصول بشكل كامل كذلك ويسبب خسائر، هذه الأمراض الفطرية. بالنسبة للتسميد الكيميائي، يبدأ من البداية حتى النهاية بعنصر الكالسيوم، عناصر الكبرى كالبوتاسيوم، عنصر الفوسفور أهم عنصر من ناحية زراعة البطيخ الأحمر هو عنصر الفوسفور في المرحلة الأولى من الزراعة لأنه يقوي الجذور وكذلك يساعد تقوية الساق وكذلك تكون الشبكة الجذرية القوية كذلك. كذلك البوتاسيوم في المرحلة الأخيرة نزيد من كمية التسميد إن شاء الله في حلقات قادمة سوف نعطي برنامج حول تسميد البطيخ الأحمر. من الأفضل قم بالتحاليل بالنسبة للتربة لكي تعرف النسب أو الكمية المناسبة من ناحية التسميد لكل عنصر وخصائصه الناقصة في التربة كذلك. بالنسبة للإنتاجية في الهكتار الواحد تتعدى 70 طن إلى 120 طن إذا كانت العناية، وكذلك خصوبة التربة واختيار النوع الجيد من ناحية إنتاج البطيخ الأحمر وخاصة الهجين أو المطعم كذلك. بالتوفيق في حلقة أخرى حول زراعة البطيخ الأحمر.